بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ازول فلاوان. ان شاء الله على فيديو تاع اليوم تلقى كامل حبايبي وحبيبتي اون بون سونتي اون بون فورم. نبداو ما شاء الله وصفه البيتزا ساندويتش اللي كنت قاسمتها معكم على صفحتي في الانستغرام، راكو تستناوها. نبداو بمقادير العجينه. هنا عندنا في البدايه كاس ونص تاع الماء دافي، ان فيغ دمي دو تييت، واللي ما عندهاش حليب غبره اللي حتشوفوها معايا دير كاس ونص حليب دافي. دونك هنا بعد ما نحط الماء دافي نحط معاه مغيرفه تاع خميره الخبز، اون كويغا سوب دو ليفور بولونجير مع مغيرفه تاع السكر ولا اون كويغا سوب دو سكر. نزيد هنا معها كما قلت لكم زوج مغارف تاع حليب غبره، يعني لي اون بودغ، واللي ما عندهاش حليب غبره تعوض الماء بالحليب. هذا ما كان هنا في بعدها نزيد حبه بيض، يعني انا فونتي هاد الحبه تاع البيض هي اللي حتعطينا خفه هايله للعجينه هذه. وفي الاخير نزيد لها كما راكم تشوفوا ثلاث مغارف تاع الزيت، ثلاث مغارف كبار. انا استعمل زيت زيتون، نتوما استعملوا زيت زيتون ولا يعني ويل دو تاب اللي كان عندكم، لكن زيت زيتون يعطيها ذوق هايل. من بعد نروحوا لا فارين ولا المواد الجافه لي زانغريديون ساك. نحط 4 مغارف 4 كيسان عفوا تاع الفارينه، 4 فير دو فارين. بيان سور كيما راكم تشوفوا هنا راني نغربل، لانه رانا كيما قلت لكم في الصيف، وفي الصيف دائما نغربلوا المواد الجافه. ودرت معهم مغرفه صغيره تاع خميره الحلوه، مغرفه صغيره تاع الملح. فوالا دونك اون بيتيت كويير دو سيل، اون بيتيت كويير دو ليفور شيميك، خميره الحلوه تعطينا نتيجه هايله لهاد العجينه. هادو هما لي زانغريديون تاع العجينه اللي حنكتبهم لكم في صندوق الوصف، تلقاوهم اون با دون لا بوست ديسكريبسيون. نلم كامل هاد المقادير بواسطه لو بيتران، واللي ما عندهاش بيتران تلمها بيضها وتعجنها حوالي 5 دقائق. اذا كنتو حتعجنوها في البيتران 2 دقائق 3 يكفي، واذا عجنتوها بيدكم 5 دقائق تانا تكفي لانه الكميه قليله. المهم حتى تتحصلوا على عجينه تكون رطبه، تكون اون بات ليس. نغطوها فيلم اليمونتير ونخلوها تخمر. اكو تعرفوا مع السخانه ما تاخذناش وقت كبير بور لا فيرمونطاسيون، ونجوز اونطريتون نوجد لا فارس اللي هي حبيبات ستاتوماتيش اللي كنت قطعتهم كونكاسي، يعني قشرتهم وقطعتهم رقيق، تقدروا ما تقشروهمش. درت لهم شويه تاع الثوم، ودرت لهم شويه تاع البابريكا ولا الفلفل العكري، الملح، شويه تاع الزعتره، ومع مغرفه صغيره تاع لا طوماط كونسونطري تعطيها بنه هايله. راكو تشوفوا هنا شويه تاع الزعتره تعطي بنه هايله لاصوص طوماط تاعنا. نطيبها نخليها تبرد، من بعد هاي ليك لاب تاعنا ما شاء الله خمرت، يعني كما يحب الخاطر. صدقوني هاد العجينه تخدموا بها كامل المملحات تاعكم، تعطيكم نتيجه هايله في كامل انواع المملحات. لانه درك في الصيف ما لازمش نخدموا بالعجينه تاع 10 دقائق، في الصيف لازم نخدموا بالعجينه يعني اللي تاخذ شويه وقت في التخمار، باش من بعد يعني ما تقرصناش وما تدير الشريحه تاع الخميره. هنا العجينه بعدها قسمتها الى يعني دي بتيت بول، هنا كل وحده وشحال تحب تشكل، يعني خبيزات دي ساندويتش صغار ولا كبار. انا هنا كيما راكم تشوفون جاوني 5 ساندويتش بيتزا، هذه بيتزا ساندويتش نفتحها رقيقه كيما راكم تشوفوا. من بعد نحط في الطرف هكا شويه تاع لاصوص طوماط اللي كانت بردت شويه. انا كان عندي هنايا باتي دو فولاي، درت معاه فروماج بورسيون، درت معاه فروماج غودا قطعته يعني رقائق، فوالا دي سلايس. و تو سامبلومون نلوي لا بيتزا تاعي. نتوما حطوا لا فارس اللي حبيتو مع لاصوص طوماط، ديروا يعني كيما درت انا، ولا تحبوا ديروا ميم فيونداشي ولا دو غيست دي بولي تكتوكا اللي حبيتو. وفي الاخير ندهن لا بيتزا تاعي ساندويتش من الفوق بشويه تاع الزيت، ونرش عليها شويه تاع لوتان ولا زعتره، ونرشقها يعني برك للتزيين شويه تاع الزيتون ولا هكذا دي بورسيون دو فروماج ولا يعني رقائق الفروماج دي سلايس، تعطي لها بنه هايله. وندخلهم الفرن يطيبوا. راكو تشوفوا الفرن يكون مسخن الافونس، غير نخرجوا من الفرن نرابيلو شويه فروماج ونعاود ندخلوا هاد لي بيتزا ساندويتش باش يدوب برك هذاك لو فروماج. صدقوني واحد البيتزا ساندويتش ما نحكي لكم، شوفوا لا فارس كيفاش راهي معمره بالفروماج. بيتزا ساندويتش يعني الحاجه اللي مليحه في هاد لا بيتزا انها تشبع كما نقولوا حنا، سي دي ساندويتش دو بيتزا، حاجه يعني جديده وحاجه تخرج على المألوف شويه. لا فارس عمروها كيما حبيتو كيما هنا، شوفوا نوصيكم غير تخرجوها من الفوق
تدهنوها بشويه زيت الزيتون وتزيدوا ترشوا عليها شويه تاع الفخوماج وتعاودوا تدخلوها فوالا تم يذوب لنا الفخوماج هذاك اللي راهو في الساندويتش فوالا. كما راكو تشوفوا حاجه بنينه حاجه خفيفه حاجه يعني كما نقولوا حنا جديده وحاجه كونسيستانت اكو تعرفوا تليق بزاف مع هاد الايام يعني ولادنا يحبوا ياكلوا توجور المملحات. ماذا بينا ننوعوا ونبدلوا شويه وهذه هي بالنسبه لفيديو تاع اليوم. كما شفتوا حاجه سهله بيتزا ساندويتش تقاسمتها معكم في صفحتي على الانستغرام وشفت يعني كاين تجاوب كبير وقلتوا لي حطينا الوصفه و جو بونس فوزافي ايماجيني بلي الوصفه واعره ولا كومبليكي لوكو هاكو تشوفوا حاجه تري 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 سامبل واكيد حتعجبكم لما تجربوها وتعجب اولادكم زواجكم افراد عائلتكم. كما العاده نستنى ان شاء الله تطبيقاتكم على صفحتي على الانستغرام اللي نتمنى انكم تزوروها. وفي الاخير نقول لكم تهلاو في روحتكم. سلام سلام.